حساب الملك شبتن يعني التعاقد ديالك مازال كما عرفنا بانه مازال في البدايه ديالو، يعني تحدد الاستراتيجيه ديال العمل مع مكتب ديال النادي، اذا يمكن تكلمنا على الظروف كيفاش جرات وقع يعني يعني الانتداب ديالك للشباب العرايش. فعلا متصل بي المكتب المصري مدينه العرايش، كنعرف انا الملعب كنعرف الله كان رملة على بوك، كنعرف بان سكنات العرايش ولا مجموعه ديال الفاعلين الرياضيين اللي نبض كلاس مدينه بعد مده زمنيه. سكنات العرايش تستحق الفريق كاس الوطني الثاني بكل صراحه. احنا جينا لهذه الاسباب، ولكن كاين بعد الاكراهات يعني كنسمع المكتب الموسيقي بالسطرو باش نحاولوا نتغلبوا عليها ان شاء الله باذن الله. لان كما قلت للاخوان الاعتماد ديالنا دائما على اللاعبين ديال الساكنه، اذا ما كانش نشوفوا الاخوان لاعبهم. نعم بالنسبه لك يعني عندك خبره في حين في التدريب، يعني درتي مجموعه ديال الفرق في القسم الوطني الثاني يعني اتحاد طنجه والمغربي الثاني، يعني وكذلك عندك يعني بغينا نقولوا بالماريس يعني في على مستوى الخبره وال يعني التكوين، يعني واش يمكن الاضافات اللي يمكن تقدمها على مستوى التاطير وعلى مستوى يعني التدريب ديال الفريق، وهل يمكن امكانيه ديال التاطير ديال الممارسه الرياضيه كامله ديال شباب العرايش؟ لان اول مره كنسمعوا النادي عنده يعني تاطير الفئات الصغرى، وكذلك يعني ممكن المدربين ديال الحراس، مدربين ديال يعني الفئات هادو محتاج الفريق، اول مره كنلاحظوا هذا العمل هذه، يعني واش ممكن تقدم الاضافات في هذا الجانب؟ فسؤال واجه ومجيء ديال على هذا الاساس، لان ديما كنعتمد على القاعده، ولكن الاكراهات اللي كاينه على حسب اللي قال المكتب المسير الى حد الان كنا باش نعملوا قطار نركبوا في السكه ديالو راه تمام، نشوفوا شي فضاء ولا الملعب نيس باش نديروا نهتموا بفئات اخرى ونشوفوا نديروا تكوين الاوتو ديالو، لان الاوتو اللي خصها تكون عندك الفئات الصغرى خصها تكون موتور كفء وسلوك اخلاق وملح. كنتمنى وانا مفتح باش اي اطار ساكنة العرايش انا راه الاشهر باش نشاركوا جميع فرق المشروع. بالنسبه للتركيبه البشريه ديال الفريق، يعني كيفاش كتشوف الان التحاقات الانتدابات الان في الفريق؟ يعني مش باقي ما اكيد يعني جوج الحصص ما نقدرش نحكم لك اللاعبين، يعني كاين نقص بالنسبه لي قلب بدني وبعض المهارات انا مادام الفريق طموح باش يلعب ادوار طلائعيه، فكنظن تبعنا عامل شق. نعم وشنو هي الكلمه اللي يمكن توجهها المكونات ديال النادي كجماهير وصحافه واعلام وكذلك مسؤولين، يعني باش نلاحظوا يعني الممارسه الرياضيه وبالاخص الفريق الاول للمدينه؟ هذا السؤال حتى هو يعني نقدر نجاوب عليه حتى نعمل اللائحه الرسميه ونسال مع المكتب الموسيقي ونحددوا الاهداف اللي هي اللي تكلمنا عليها في التكوين والاعتماد على الفئات الصغرى ونلعبوا ادوار طلائعيه، بس يمكن نهضروا على مسائل اخرى. شكرا سي